وزارة الشباب والرياضة مع مؤسسة مصر الخير. والحقيقة في دور مجتمعي احنا بنعمله من مراكز شباب مصر. احنا عندنا مراكز شباب مصر ما يربع على 5000 مركز موجود في كل يعني قرية ومدينة ومركز، مركز شباب مصر أو مراكز شباب مصر. صح عندنا خطة للتطوير بنكمل فيها، لسه في أماكن خلصت وأماكن لسه ما خلصتش، لكن إزاي نحول مراكز شباب مصر لمراكز خدمة مجتمع؟ أحد هذه الآليات شفنا دور مراكز شباب في فترة كورونا واستقبالها واستخدامها في الفاكسينيشنز. شفنا مراكز شباب في أي حالة من الحالات بتكون موجودة، لكن النهاردة مع مؤسسة مصر الخير اخترنا يكون رمضانك مركز شباب. رمضانك مركز شباب، مراكز شباب بمتطوعينا هيكون في آلية كبيرة جدا لتوزيع هذه المواد الغذائية تشاركا مع مصر الخير. احنا النهارده بنطلق حملة افطار صائم، وحملة افطار صائم بتستهدف في مصر الخير اكتر من 1.5 مليون خدمة تتمثل في كراتين الخير للناس الاكثر احتياجا في المناطق المختلفة في مصر في 27 محافظة، تتمثل في وجبة افطار للاشخاص الاكثر احتياجا، بتتمثل في ان احنا بنعمل وجبة سحور، ان احنا في كرتونة الاسرة. كرتونة الاسرة دي بتكفي الافراد لمدة شهر، بتكفي الاسرة لمدة شهر كامل. كرسان طيبين السنة دي مسموح ان احنا نعمل خيام رمضانية، فمصر الخير هتعمل خيام رمضانية ان شاء الله في 27 محافظة. حملة افطار صائم دي مصر الخير الحقيقة يعني مبادرة جميلة جدا وحملة جميلة جدا، ومش جديدة يعني على مصر الخير وعلى المؤسسات كتير اللي بتعمل المبادرة دي للافطار الصائمين في رمضان. مشاركتنا فيها بنحاول قد ما نقدر ان احنا نبقى موجودين طبعا مع الشباب الجميلة والمتطوعين. الواحد لما بيجي هنا بيشوف الشغف اللي موجود للناس اللي شغالين بجد من قلبهم. فرصة ان احنا نتقابل مع رياضيين كتير، نتقابل مع فنانين كتير، نتقابل مع صحفيين كتير اعلاميين. بنحاول احنا نشارك قد ما نقدر ولو بجزء صغير جدا في الحملة دي. احنا السنة دي عندنا عودا حميدا كده بعد الكورونا. طبعا احنا كنا مستمرين في موضوع الكراتين بنوزعها، لكن اخر سنة او قبل الكورونا كنا بنعمل الخيام. طبعا الخيام اتمنعت فترة، السنة دي راجعين بخيام رمضان. أتمنى النهاردة من كل البنوك والشركات اللي سمعيني إن كل حد، أو مش بس البنوك والشركات، العائلات الكبيرة في كل القرى كل عيلة تتجمع ونعمل خيمة باسم العيلة. يعني يلاقي عيلة الغندور، عيلة كذا، عيلة كذا، كل عيلة يبقى عندها خيمة بتفطر فيها مستحقين جمهورية مصر العربية. كرتونة المواد الغذائية بتروح في المناطق الحدودية والمسنين وكبار السن اللي هو مش هيعرف ينزل وهيشتري حاجته. كارت الخير هيروح للأسر اللي هم الأولى بالرعاية، بس هم عندهم حاجات معينة ناقصة في مكوناتهم، فينزل يشتري اللي هو عايزه. كارت الخير بقيمته 250 جنيه، بيخش أي منفذ الجمعية الاستهلاكية ياخد الحاجة اللي هو ناقصاه ومش هيدفع فلوس عند الكاشير، يروح مديله الكارت بالقيمة بتاعته وبعد كده هوت يمشي على كده هوت. فأصبحنا إن احنا وفقنا إن الراجل لو محتاج حاجة نفسه يختارها فيختارها براحته، ومش هيجيب حاجة فوق احتياجاته. الواحد فخور اللي هو موجود النهاردة هنا، مجهود كبير جدا من مؤسسة مصر الخير، مكنتش متخيل اللي أنا شايفه النهاردة. احنا في الصالة المغطاة في المركز الأولمبي في المعادي، مساحة كبيرة ومجموعة كبيرة جدا من المتطوعين، شايف كمان كميات من المواد الأغذية الغذائية، المواد الغذائية كبيرة جدا، والدنيا منظمة، وشايف ان كل فئات المجتمع بتشارك، تلاقي رياضيين فنانين في كل المجالات ناس بتشارك. احنا جينا هنا تبع وزارة الشباب والرياضة ان احنا بنيجي نعمل كراتين للمنتجات الغذائية وبنبعتها لمؤسسة مصر الخير. الكرتونة بتبقى مكونة من 3 كيلو مكرونة، 3 كيلو رز، 2 كيلو سكر، 8 أكياس صلصة، علبة سمنة، علبة ملح ولوبيا وحاجات زي كده. دوري ان احنا بنسلم بعض، كل واحد فينا بيحط منتج في الكرتونة وبنمرره لحد الكرتونة ما تتقفل كلها. أصل ربنا كبير قوي وربنا دايما يسبب الأسباب. فعلى سبيل المثال للحصر،
احنا مقبلين على شهر رمضان، قولوا ان شاء الله اللهم بلغنا رمضان. عندنا حملة كبيرة لإفطار الصائمين خلال الشهر الفضيل بتقوم بيها مؤسسة مصر الخير. معانا داخل الاستوديو بكل الترحيب، وقاعدين انا وهو عمالين بنتكلم وحدا بنشوف التقرير ومبسوط جدا بالحديث معاه، المهندس احمد علي المدير التنفيذي للبرامج بمؤسسة مصر الخير. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بحضرتك استاذ يوسف. ازاي الحال؟ كل عام وحضرتك طيب وتصحى ودايما مع بعض في انطلاق الحملات ان شاء الله. والله فرحان بيك قوي وفخور بيك قوي ان انا اشوف راجل شاب، والمهندسين دول اصلهم ناس منظمين جدا، وتبقى مسؤول البرامج في مصر الخير. فاحنا ايه عاوزين بقى نعرف ايه هي البرامج، برامج او كان برنامج الاول؟ المؤسسه بتضم في طياتها 8 برامج فنيه بخلاف القطاعات الداعمه المختلفه. 8 البرامج الفنيه دي احنا بنتكلم على قطاع التكافل الاجتماعي، وده بيضم الملفات الخاصه بابن السبيل والمساعدات الانسانيه المباشره والحملات الموسميه والتمكين الاقتصادي عظيم باشكاله المختلفه. عندنا كمان قطاع التعليم، وده بيضم المنح الدراسيه والاتاحه التعليميه وباقي الانشطه التعليميه المختلفه اللي بنشتغل عليها، خاصه ملف التعليم المجتمعي. رائع. عندنا الحمد لله 25% من قوه مدارس التعليم المجتمعي في مصر بتملكها وتديرها مؤسسه مصر الخير. عندنا قطاع الصحه، ده القطاع الثالث، خاص بالانشطه الصحيه باشكالها المختلفه والملفات بتاعه الغسيل الكلوي اللي بنحاول نتميز فيها خلال السنوات السابقه القريبه، وان شاء الله مكملين في نفس الملف. عندنا كمان مناحي الحياة، وده خاص بالثقافة والفنون ودعم ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة. عندنا القطاع الخامس أو البرنامج الخامس، وهو برنامج الغارمين، وده خاص بفك كرب الغارمين والغارمات وتأهيلهم لسوق العمل بالتنسيق مع باقي القطاعات المختلفة جوه المؤسسة. عندنا التنمية المتكاملة، وده بيهتم بفكرة أننا نشتغل بكل القطاعات جوه منطقة جغرافية واحدة من المجتمع. عندنا كمان البحث العلمي، وده واحد من القطاعات اللي مش باينه قوي للناس، انما احنا الحمد لله عندنا فيها باع جيد جدا 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 في رعايه ودعم الابحاث العلميه، خاصه اللي واصله للمستوى التطبيقي. عندنا القطاع الثامن والاخير، دعم المؤسسات الاهليه، وده بنتبنى فيه فكره نقل خبراتنا للمؤسسات والجمعيات اللي موجوده على مستوى الجمهوريه ورفع القدرات بتاعتهم الفنيه والاداريه علشان يقدروا يادوا دورهم بشكل كويس جوه الكرة اللي هم موجودين ما فيها. ما شاء الله ما شاء الله. طيب خلينا بقى تعالى بقى ناخد من البرامج دي حمله من الحملات، وهي حمله افطار صائم. تمام. ايه الهدف؟ واضح نحن نفطر الصائمين، لكن هيبقى ازاي والياته ايه، واحنا نعمل ايه كناس ومواطنين واهالي عاوزين نساعد اهالينا؟ تمام. احنا كمؤسسه بنلعب دور الوساطه ما بين المتبرع اللي هو محتاج ان هو يزكي ويتبرع بنفقاته علشان خاطر يوصل لمستويات من الرضا والستر والعافيه وحاجات كتير جدا، وبنوصل الطرف ده بالطرف الثاني وهو المستحق. كنا حريصين في تصميم الحمله السنه دي ان احنا نشتغل على منتجات كتير تلبي الاحتياجات بتاعه المستحقين بشكل كريم باشكالهم المختلفه، وكمان تلبي رغبات المتبرعين. فصممنا لحملتنا السنة دي 10 منتجات، 4 منهم مواد جافة، 4 منهم وجبات مطية، 2 بنشتغل عليهم علشان خاطر السعادة وعلشان خاطر الجزء بتاع زكاة الفطر. الأربعة المواد الجافة دي بنقسمهم لأربع منتجات جوه المحور بتاع المواد الجافة، وهو الكرتونة الغذائية، كرتونة الخير، كرتونة بقيمة تبرع 300 جنيه نوصل بيها تقريبا حوالي 13 كيلو وزيادة منتجات غذائية للأسرة. حلو. تقضي أسرة مكونة من 4 أفراد لمدة تقريبا 5 أيام، تبرع كويس بمبلغ ما هوش بطال 300 جنيه يقدر عليها العموم من الناس. عندنا كمان الكرتونة التانية، كرتونة الستر، مبلغها أقل شوية في التبرع حوالي 150 جنيه، بناخد القيمة بتاعتها ونبدأ نعمل بها تركيبات من الكراتين علشان نوصلها كمان للمستحقين، فاللي مش قادر على 300 يقدر على كرتونة الستر 150 جنيه. أوكي. عندنا كرتونة أو فئة كبيرة شوية للي يقدر يحط مبلغ 2000 جنيه على بعضه، نوصل 64 كيلو من المواد الغذائية للأسرة. دي كافي شهر بقى. دي كافي شهر كامل، دي احنا مسمينها سند الأسرة. أسرة من 4 أفراد. أسرة من 4 ل5 أفراد تقضيهم لمدة شهر، لأن فيها 15 كيلو رز، 10 كيلو سكر، حوالي 15 كيلو مكرونة، 4 فرخات أو 10 علب لحوم، كل علبة نص كيلو مطهية. فدي نقدر نقول إنه بيوفر له مصدر بروتين أسبوعي. أيوه. بالإضافة لباقي المنتجات الغذائية المختلفة بقيمة تبرع 2000 جنيه، في ناس النهاردة تقدر إنها تعمل دوت لأسرة لمدة شهر كامل. الجزء الأخير بالنسبة لنا وهو الكارت المواد الغذائية، كارت الخير،
ده بنعمله بالشراكه مع وزاره التموين من العام الماضي بقيمه الكارت قيمه 250 جنيه بنعلي من كرامه المواطن ان هو ياخد الفاوتشر او الكارت القسيمه دي يروح بيها لاقرب جمعيه استهلاكيه يختار السلعه اللي هو محتاجها بقى في بيته بقيمه الكوبون اللي هو ال 250 بقيمه الكوبون ال 250 جنيه. دول الاربع منتجات الجافه. عندنا كمان الوجبات المطهيه اربع منتجات برضو. الكفاره الصيام او الوجبه السخنه وجبه فرديه بقيمه 65 جنيه. حلو. عندنا كمان خيمه الافطار يقدر شركه او متبرع كبير يعمل خيمه تسع 500 مواطن ياكلوا في نفس المكان لمده شهر كامل. دي زي مائده الرحمن بتاعت زي مائده الرحمن زمان. بنضيف عليها شويه ابعاد اجتماعيه وثقافيه وترفيهيه قبل وبعد الفطار. برنامج بالظبط. طب ده شيء ممتع جدا. عاوزين في الاخر احنا اسره مصريه. صح. إن الناس كلها تقعد مع بعض على الترابيزات تاكل وتحتوي بعضها وكمان تقضي وقت كويس. عندنا ملف تاني في الافطار الجماعي وهو افطار القرية. يقدر برضو شركة او متبرع يرعى 1000 وجبة لقرية لمدة يوم واحد بقيمة 65000 جنيه. فبرضو بنعمل فيها برنامج ترفيه ورعاية للأسرة. عندنا وجبة السحور لأن بتبدأ منها نية الصيام لتاني يوم. صح. فدي بقيمة 25 جنيه. عندنا الوجبة السخنة 65 أو خيمة الإفطار أو إفطار القرية بحوالي 65000 جنيه. وعندنا كمان وجبة السحور ب 25 جنيه. عندنا النقطتين الأخرانيين أو المنتجين الأخرى عندنا الفاوتشر أو قسيمة المشتريات للبس العيد بقيمة 500 جنيه ما ننساش للأطفال سواء كان من أسر فيها أيتام أو أسر فيها أطفال مستحقة. بقيمة 500 جنيه يقدر ياخده ولي أمره يروح بيه أقرب منفذ من المنافذ المتعاقدين معها. حلو. يختار برضو اللبس اللي هو عايزه. ال 500 دي تقضي يعني قد إيه من لبس العيد للأطفال يعني؟ المحلات المتعاقدين معها هي من الفئة المقبولة سعريا فيقدر يجيب بها قطعتين ولو حب يكمل زيادة فوق القسيمة بيكمل واحنا بنسلمه قسيمة للطفل الواحد. المنتج الأخير وهو زكاة الفطر ودي بقيمة 50 جنيه ودي طبعا بيتم توزيعها حبوب بالكامل بدءا من أول يوم رمضان لغاية يوم 30 رمضان. إيه فدي يعني. العشر منتجات اللي دايما بنقول للمتبرعين احنا معاكم يعني على حساب 100-100 أو على 16-140 أو زوروا فروع المؤسسة. حساب 100-100 ده في أي بنك؟ في كل البنوك المصرية. حلو قوي. وإيه كمان؟ 16-140 ده الخط الساخن. 16-140 خط الساخن لو أنا عايز أستعلم عن أي حاجة أو نبعت له المندوب يحجز مندوب نبعته له يعني ممكن المندوب يجي لي. مظبوط. في البيت التبرع. في الشغل ينورني. مظبوط. كمان عندنا فروع منتشرة على مستوى الجمهورية فروع جمع مال أو المكاتب الميدانية تقدر حضرتك تنورنا في أي فرع تحط التبرع بتاعك. أعرف أماكن الفروع إزاي؟ من خلال الويب سايت. تقدر تتبرع من الويب سايت أو تعرف أماكن الفروع من خلال الويب يعني سايت. يعني أخش على مصر الخير مظبوط دوت كوم صح؟ مظبوط. ألاقي بقى الفروع موجودة يعني هعرف أوصل للفروع تقدر توصل لكل المنتجات بتاع المؤسسة وكل الأماكن اللي ممكن تتبرع فيها. يعني كل حاجة متاحة. طبعا. طبعا احنا بنحاول نسهلها على الناس سواء كان فئات اقتصاديه او كمان وصول للمعلومه. انا مش عارف اقول لك ايه. اولا نشكركم في مصر الخير على اللي انتم بتعملوه ده. الله يحفظ حضرتك. وهذا البرنامج العبقري يعني التصميم العبقري اللي انتم عاملينه لشهر رمضان والعيد والزكاه ده رائع رائع. ان شاء الله ننجح في توصيل ملايين الوجبات للناس ان شاء الله باذن الله. عشرات الملايين باذن الله. فتاني وتالت ورابع حساب 100-100 من اي بنك 16-140 على التليفون هتعمل اللالي. خش على الويب سايت هتعرف كل حاجة. ولو برضو عاوز تتبرع البرامج موائمة لكل القدرات الممكنة. المهم نقف مع بعضنا بعد إذنكم. أشكرك جدا يا باشمهندس. أنا شاكر لحضرتك. نورتنا وشرفتنا وأسعدتنا وخلتنا ناخد ثواب. الله يحفظك. كتر خير. ربنا يخليك. كل الشكر المهندس أحمد علي المدير التنفيذي لبرنامج أو للبرامج بمؤسسة مصر الخير. اتكلمنا معاه يمكن ولو سريعا عن برنامج إفطار الصائم واتكلمنا عن العيد واتكلمنا عن لبس العيد واتكلمنا عن الزكاة. فإحنا كده تشاركنا مع مصر الخير في هذا الخير وندعوكم للمشاركة حقيقي. انت من جوه هتبقى مبسوط انبساط. جرب هتعرف الاحساس اللي جوه عامل ازاي. خلصت الحلقه لحد كده. ثواني هكون موجود معاكم كريم رمزي وبرنامجه رقم 10. اما احنا لو كلنا العمر فهنقابلكم تاني ان شاء الله في نفس الميعاد وبرنامجكم التاسعه. سلامات.